الراجل هو اللي يحط مجهود فيكي، وهو اللي يشحت منك كلمة حلوة لأنك غالية، ويتعمل لك حساب، ويتعمل لزعلك حساب، وهو اللي يهتم بيكي. الراجل اللي ما يتعاملش معايا بالطريقة دي يبقى ما ينفعش يا حبيبتي، عشان هو ده نفس الراجل اللي بعد الجواز انكمل الجواز فوق دماغي طول الوقت. احنا بننجذب ليهم الأول وبيعجبونا، وبعدين بنحبهم من اهتمامهم بينا، من حبهم لينا، من كلامهم الحلو، من الدلع، من الشقاوة، من الابتسامة الحلوة والدم الخفيف، من رعايتهم لينا، من الطبطبة، من المجهود الجبار اللي بيتحط فيها. لما العلاقة دي تفضل كده ماشية زي ما هي، وبعدين فجأة تلاقيه انه اتقلب بدون سبب، بدون ما ضايقه او ازعله او اختلق له مشكلة او اكون كاتمة على نفسه وشد الفرامل شديها انت كمان، ما بيتكلمش، هي لازم